عاد من ضيلف. نختم يا ابو راشد بهذه. والله اني ضاق صدري يوم قلت انك هذه عن الوصل وال يلا نسال الله ان يديم الوصل دائما بيننا. هذا الموضوع المهم. طيب خلي يعطينا بس يزبط لنا بالصوت. يلا ابشر سلام جاهز روح. إني لأفرح بالعزيز إذا سأل. يا سلام. ويسر قلبي إن تواصل أو وصل. وأظل أذكر رائعات حروفه. الصدى يا أبو عبد. مهما تباعد مهما تباعدنا وطال بنا الأجل مهما تباعدنا وطال بنا الأجل هذه أحاديث المودة بيننا. والله ما أقدر أكمل يا إخوان ما في صوت ما في صوت ما في. مهما تباعدنا وطال بنا الأجل هذه أحاديث المودة بيننا ويخون للتعبير في باقي الجمل. فإذا قصرت فسامحوني فإذا قصرت فسامحوني يا أحباتي إني معرض للمشاقل والزلل إني معرض للمشاغل والزعل فلتذكروني فلتذكروني بالدعاء فحبكم أودعته بين الحنايا يا أبو راشد والمقل فلتذكروني بالدعاء فحبكم أودعته بين الحنايا يا أبو راشد بين الحنايا والمقل. يعطيكم العافية جميعا. وقبل أن أختم يا شيخ إبراهيم والله أنا أتوجه بخالص الشكر على هذه الروح الطيبة في هذا المجلس المبارك، وأخص بالشكر حقيقة جميع الإخوة، وشكر خاص لك حقيقة على